السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل معاكم معطر للعربية أو للسيارة، لو عندك إزازة زي دي أو أي إزازة فيها خيط زي ده كده، يكون الخيط وصل بالمادة اللي جوه الإزازة. هنعمل مع بعض معطر للسيارة. بصوا الخيط وصل ازاي اهو. هنعمل معطر للعربية او السيارة بشكل بسيط جدا وسهل، ومش هياخد معانا اي تكاليف ولا اي مبلغ كبير ولا اي حاجة. كل الموضوع عايزين ازازة زي دي، اهم حاجة. اذا عايزة تعرفي الطريقة تابعيني، معك برنسيسة في مملكتي. اذا حابه تشجعيني يا ريت سبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من قناتي. بسم الله، وهنبدا على بركه الله. هنحتاج سرنجه عشان نسحب بيها العطر، ماء ورد، كحول، جليسرين. هناخد جزء صغير من العطر، مش هناخد كمية كبيرة لان الازازة زي ما انتم شايفين صغيرة جدا. فهاخد تلت الكمية اللي انا هعملها زيت عطري مناسب لتعطير السيارة. تلت الكمية اللي انا هستخدمها زيت عطري مناسب لتعطير السيارة. هاخد كده بحيث ان انا هحط تلت الازاز. تمام، تلت الكمية زيت عطري مناسب لتعطير السيارة. تمام، ايا كان المسميات بقى. وهاخد مثبت ماء ورد وكمان جليسرين عشان يثبتوا معايا الزيت العطري ده وتثبت الريحة معايا في السيارة. فهاخد ماء ورد بس، يعني اقل من، يعني شيء بسيط كده بس. تمام، مش هحتاج بقية المية دي. وهاخد كمان جليسرين، شيء لا يسكر من الجليسرين، برضو نفس الشيء ده كمثبتات للزيت العطري في السيارة، ان اي حد هيركب معاك السيارة بتاعتك هيكون ريحة سيارتك تحفة او عربيتك يعني. تمام، هاخد الكحول باقي الازازة كلها. يعني انا حطيت الزيت العطري تلت الازازة، حطيت شيء لا يذكر من ماء الورد ومن الكليسرين، هحط بقية الازازة كلها كحول. الكحول مهم جدا ان هو بيدوب المواد دي كلها مع بعض وبيعمل لهم خليطة مع بعضهم، وفي نفس الوقت هو المادة الطيارة اللي هتطير الريحة دي كلها داخل السيارة بالكامل، وتخلي ريحة سيارتك باستمرار ريحتها جميلة جدا. واي حد هيركب معاكي سيارتك هيقولك جايبة العطر ده منين، وريحتك ريحة سيارتك جميلة جدا. فاحنا كل اعتمادنا في الخلطة دي على ازازة زي دي. لو عنديش ازازة زي دي لازم اشوف اي محل من اللي بيبيعوا العطورات او بيبيعوا الحاجات دي، عايزة ازازة غطاها واصل بحبل او بخيط عشان انا هعلقها في المراية بتاعت السيارة. هفتحها كده وعلقها في مراية السيارة وهقفل عليها بالشكل ده. وادي الزيت العطري بتاعنا، شوفوا كل ما بقلبه بيعمل ايه، بيبل الخيط. الخيط دوت هو اللي هيعمل ريحة رهيبة في السيارة، وخصوصا مع الشمس ووقفة السيارة في الشمس هتخلي ريحة السيارة حاجة تحفة يعني. ودي كانت خلطة النهاردة. ودلوقتي هركب معاكم العطر بتاعي في السيارة اهو بالشكل ده كده.
وهسحب هنا اهو، هسحب العطر تقوله مناسب للسيارة عندي اهو، هو دي دعاء الركوب. وبالشكل ده طبعا طول ما انتي ماشية العطر بتاعك ده بيتهز بيبل الخيط. ريحة السيارة عايزة اقولكم ان مجرد ان ركبت السيارة ريحة السيارة تحفة، بيخلي ريحة السيارة حاجة رهيبة، جميل جدا جدا جدا. وعن تجربة شخصية، ومتنسوش سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي. كان معكم برنسيسة مملكتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.